حد يسألني بيقول لي هل عدم ذهابكم لزيارة القديس العظيم سمعان الدباغ بالمقطم في مثل هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد والعراق بصفة خاصة وحالة الحرب، هل هذا التضامن مع الحالة الوطنية وهل هذه الظروف تمنع قداستكم من الصلاة وتدشين مذابحها؟ لا يوجد ما يمنع من أننا أزور أي مكان وأصلي فيه وأدش، لكن الأخوة بتوع المقطم كان بقالهم كذا سنة ما رحتش عندهم، وجايز لما روح هناك الستة بتقعد تزغط والرجال يسقفوا وتبقى حالة مش لطيفة أبدا في الظروف اللي بتمر بيها البلاد في حالة الحرب. فأنا ابتعدت عن المروح لأن أنا مش ضامن الناس دول يستقبلوني بأي طريق. الناس يقولوا علينا ايه يسقفوا وزغرات في حالة حرب مش ممكن، فقلنا أحسن نأجلها وبعدين نبقى نروح في وقت تاني. وبعدين يقول ولكن نريد أن نخبر قداستكم بأن هذه الكنائس التي بهذا الدير الذي للقديس سمعان أصبحت ممتازة وبها بركة عظيمة لا توصف، أنا أهنئكم على هذه الكنائس وعلى البركة اللي فيها، بس ما أضمنش لما أروح هناك في الظروف دي تبقى المقابلة.